تنساش يا فبيه ان انا عمدة البلد دي، يعني ما بنخالفش القانون، وسلاح البدنة عندكم. ولا حدش قالك ان العمامرة هيزرعوه بدل القصب؟ وانتوا يعني هتغلبوا يا عمدة؟ فين السلاح اللي جالكم يا حاج فرماوي؟ ولا نخرجوا بمعرفتنا؟ سابق والسلاح اتاخدوا في حرزكم يا بيه، والبيت لحرمته. واللي قالك ان احنا دخلنا سلاح هيوجعك في الغلط يا بيه. رجالتي هتدخل تخرج السلاح من جوه. اكديه غلط يا فؤاد بيه، خليهم خليهم يدخل ويفتشوا زي ما انت عاوز، بس لو ملاقوش حاجة تبقى اشتريت عدوتنا ومن غير تمن. خليه يضرب يما، بس خليه المرة دي يضرب بشومة، يمكن اموت وارتاح. ايوه يا حريقة، هاتي وارمي في جوف الفرن، وسعت النار لحد ما فرشت على الكل، ودلوقت محدش قادر يطفيها. اما انت يا بنت المحروق طار. الحلم العفش شر من الشيطان، لكن اخوك فرماوي حقيقة وعيشاها شيطان وتسلط. عذراك ومش حلوم عليك، وحقولك اخوكي وكبيرنا. انت بسم الله ما شاء الله عليكي، شد حالك عليه في البيت والورث. حكي ولا مش حكي؟ ولا انت مش شايفه الحكايه من بابها الكبير؟ اخوكي كبيرنا لطنبتي اللي تفرحتها، اخوكي تفرعن لحد ما جابها قتله من العوايل. هننطح في اللي فات ونوقف لبعض، يبقى ما فيش خلصانيه. خليكي جار البيت، خليها تخرج من اللي هي فيه. وقعت فيها بنت يا هجمت منه لله اللي خطف فرحتها معايا قلبها وقلوبنا. انا جاي لك يا عمده لوحدي ومن غير قوه، لان في الاول وفي الاخر انتوا اهل واخوات وحبايب، لكن ده ما يمنعش ان قرار المحكمه اصبح واجب النفاذ بتمكين الست روحيه من البيت. انت تتفضل تاخد واجبك يا فؤاد بيه، انا عمدة بلد وبالناسي، والاصول مفيش احسن منيها، واحنا ابونا ربانا على الاصول وعلى رد الحق والدين، واللي عيب على فعل اختي يبقى بيعيب علي انا. طالما المحكمه صدقت يبقى ما قدرش عارض. ده العقاب اللي منتظر اخوك منك يا روحيه، عملتيها؟ فضلتي تتحجلي تتحجلي على البيت، مباحث وحكومه يا بنت ابوي. وكنت فين لما الشيخ حكم برد البيت والحق لاصحابه؟ مش بلاوي الدراع، ولا انت عاجبك الجرس؟ اخوات وعيله واحده وناس كبار، عمرها ما حصلت قبل كده ان مره تجاوم الحكومه على اخوها. حقه حقه يا ابو مختار، وانا اهو وقصاد الكل راضي، وبنفس راضيه اختي تدخل جوه البيت ده، وانا اخرج واخش على حصير طبليه اختي في بيتها بعد اذن اختي بعد اذن فؤاد بيه. احتاج يعني يومين ثلاثه انقل للبيت الجديد، والعفش اللي جوه اللي يخصني من ورثي لابويا هدية لاختي. جبر خاطر، اصل جبر الخواطر مفيش احسن منيه بين الاخوات، ومش محتاج واسطه. وهو انا قدرت عليه؟ كنت شفتيني ملحوت فين وشيعتيني، وانا كنت كتفته في مربى، ولا هو كبر عليا، ولا كنا قعدنا نضرب كف على كف دلوك. وهشيع لك عندني واحده فين؟ الواد ضاع، جمعة راح، جينا للحديد المقلوب. أنا قايل ومنظر قبل كده، طلعت في خدمة المقام؟ لا يا جمعة، لا في الوقت المجندل ده، لا.
لكن اقول ايه؟ هو احنا فشلت الغلط ولا في الشواكيش اللي متربصين على دم فايد ما بردش؟ شفت؟ شفت يا فرماوي؟ شفت القتله اللي وجعتها؟ يا ما قلت لك لا بلاش تشعل لها نار. وانتك حسد اللي زرعته وتساري لنا. يا رب السر، يا رب السر. جمعة، 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 وارمع من الباب الجبلي. الشواكيش جايين وعايزين يقتلوه. يا مرحب بأي حد، ما بخافش، ما راحش بعيد. السكة من هنا ووصل السكة قطر القصب، وقبل لا يوصل هنجاب ويطحن لحد ما ينقطع فرد اللي جابوه. يلا بينا. هو ما راحش بعيد، ما راحش بعيد. جمعة، جمعة. جمعة، هذا جمعة. انت كويس؟ انت كويس؟ جمعة؟ ايه يا عبد مالك؟ يا حسن! يا عم حي! يا حسن! يا جمعة! 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 فوق! فوق يا! فوق يا! جمعة! اللي مات ولدنا واللي قتلوه الشواكيش. جمعة ما اتقتلش، جمعة مات موتة طبيعية، سكتة قلبية، وكلنا معرضين لأننا نموت بنفس الطريقة. بيه يا بيه، يعني عايزنا نلطم على القتيل ونهمله القاتل؟ ما سمعتوش كلامي وخالفتم الاتفاق على مطرح قتله، وها عواجبها. بقينا عاملين زي اللي بينجب في حيطة سد. عدونا فارد دراعاته من الشرق للغرب، واحنا الشنب فينا عامل زي تلجمة الشاي مرسوم على خلقة كل ذكر مبيناه راجل. لو الحساب فتح بابه أنا المتصدر وأنا المسؤول عن كل اللي حصل. خشن في وخدان حقك، يمين بالله فص التوم له فايدة عنك. لقيت عدوك ولا كنت عاوز تزودنا عار عند العمامرة بقتيل منيكم؟
شكل رب يا شكل. تصوير تصوير النادي تصوير النادي هدق المية على النار مرحش الجادي يا شكل رب قعود ايه ايه الحط تصوير النار مرحش الجادي مية يا ول مية مية يا ول طفي لأجل أنا أعرفها كويس لأجل نزل من الجبل مش بعيد يكونوا حرقوا المخازن وسرقوا المواشي العمامرة ليهم يد في الحكاية دي لا العمامرة راس براس ما يعملوش بده طب يلا نلموا حالنا وبعدين نشوف لها صرفة احنا لسه نلموا حالنا ونشوف لها صرفة إن أنت لازم تدفع الثمن وتروح اهدى يا شبيب اهدى نحسبوا حساباتنا وكل وقت له هداه طب يلا يلا ويمين بالله لا هجيب اللي عملها ولو كان تحت تغطيق الارض ماما ارجوك يا ناس مني حاولي على خاطري انت هدفي كويس ان شاء الله ما تخافيش ما تخافيش حبيبتي كويس تخافيش انا رايحة عند القلب رايحة عند الحلم هو فيه احد منه ولا اكره منه خافيش عشان خاطر ما متتكلميش كتير حاجة بسيطة وتعدي ان شاء الله دقايق ولا سعفتاش خلصانة يا ابني خلاص خلصانة محرم أمريني خلي بالك يا ابني الخلود بس ماشي خلي كبا حطها في عينيك أنا مش خايف إني هسيبها وهمشي أنا مطمئن علي يا حبيبي علي يا الله أنا مش تتكلمي كده أنا مش قادرة أستحمل أنت راجل طيب ومتربي ونفس خد بالك من حطها في عينيك حطها في عينيك هي بتحبك خلت بتحبك فعلي يا أم يا لونس وعدني وعدني يا ابني وعد أنا كده مطمنة الحمد لله شكرا لك يا رب ربنا يسعدكم يا ابني ويهنيكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله